الناس دي واقفة هنا ليه؟ عشان ايه؟ احنا مستنيين ابي. طب انت تعرف الوقفة دي ليه؟ عشان انت كمالية شحاتة. طب مين كمالية شحاتة؟ كمالية شحاتة هي واحدة مسيحية وبعدين اسلمت والمسيحيين عايزين ياخدوها من المسلمين. طب وانت رأيك ايه في الموضوع ده؟ انا عايزة انسى كمالية شحاتة. عايزها ترجع؟ عايزها ترجع للمسلمين. ترجع. وانت رأيك ايه؟ انا برضو شايفة. تعرف عن كمالية؟ هو معلوماته قليلة. طب قولي كلمة للمسلمين عشان يقرروا كمالية شحاتة. ان احنا نصبر ونشد عزمنا عشان هي تخرج من القتل. لازم نصبر ونشد عزمنا عشان ايه؟ هي تخرج من القتل. مين اللي اسرها؟ هما المسيحيين. طب هو المسيحيين اسرينها ليه؟ عشان هي اسلمت. شكرا.